صباح الخير وينعاد عليك عميد وهبة قطيشة. أهلا وسهلا فيك بأم تي في لايف. أهلا فيك. كيف صحة؟ ماشي الحال. تمام؟ تمام. جنرال دخلت الجيش سنة 64 وتعهدت سنة 99 برتبة عميد. الأسئلة اليوم ببيناتنا رح تكون حول حياة العسكري، ذكريات أو الأوقات الحلوة اللي بتتذكرها من هالمسيرة. أول سؤال، ليش اخترت تدخل مؤسسة العسكرية وكان عندك خيار غير؟ يعني كنت مثلا بين المدرسة الحربية أو شيء تاني، أو كان طول عمره هذا الخيار الوحيد اللي مفكر فيه؟ لا، بالمناسبة بدي أتوجه بالمعايدة لكل ضباط الجيش والرتبة والأفراد، وعقبال المئة سنة والمئتين سنة بس يكون بسيادة هالوطن، بخدمة هالوطن. هلا بتقلي انا ليش فت عن الجندية؟ انا من ضيعة حدودية اذا بدك، وكان كل شبابها بالجيش 200-300 شاب، وربيت هيك بحب الجندية. ما كان في ضابط يعني بالضيعة، يعني انا اول ضابط. ويمكن لو خيرت بين ضابط وغير شيء تاني شو ما كان يكون، لا كنت اخترت الجندية لان كنت حبها. وبس بدك تشتغل شغلة بالحياة، اوعى تشتغل شغلة ما تكون بتحبها. اكيد لان تفشل فيها. لذلك انا حبيت الجندية ومرأت بحلاوتها وبمرارتها وبأخطارها كلها يمكن وبعنفوينها، وكلها كانت بتسأل الشخصية تبع الانسان. واكثر شيء بتحددك انه انت إذا بدك قبلت هالناس يلي اليوم خاصة بحاجة لإلك أنت كضابط أو كعسكري بالجيش، أحوج ما يكون اليوم اللبنانيين إلى سلم أهلي، الجيش يحملون هذا السلم الأهلي من الأخطار الخارجية وحتى الأخطار الداخلية. شو بتتذكر من أيام مدرسة الحربية؟ بالحربية بتذكر أكتر شيء الشقة والقهر والقساوة، لأن بالحربية الحقيقة أكتر شيء بتسقل الأساوي، بتسقل الجندي بصفه متميز إذا بدك في الانصياع للأوامر وخدمة الدولة والالتزام بمبادئ الجندية الحقة، مبادئ الجندية اللي هي شرف تضحية وفاء. قد ما بتتعرض إذا بدك لأساوي بالتعامل، وأحيانا مثلا أنا حامل الساك على ظهري، مش أنا وحدي، أنا ورفقاتي من حد الهرمل للمدرسة الحربية بقينا على 3 أيام نمشي. كل هيدي أساوي ما بتنساها بحياتك. وبالإضافة لكتير قضايا الأنسيانية كانوا يعذبونا لحتى يقهرونا ويعلمونا أنه لازم تلتزم شو ما كان الأوامر بدك تنفذها. هيدي ما بتنساها أكتر شيء بالحربية. بس لما تطلع على القيادة كمان التاريخ بيعيد نفسه مع الجديد، يعني هيدا من الأشياء اللي بتخلي بس تطلع على التروب وعلى الميدان، في عندك عسكرية بدك تعاملهم غير شكل عن ما تعاملت أنت بالجندية بالمدرسة الحربية. التعامل مع العسكري بده يكون بمحبة وباحترام، خصوصا انه في فرق بينك وبينه لنفترض بالمدرسة وبالثقافة. بدك تتربيه وتطلع فيه لحتى يقرب منك بكل مستوياته القتالية والثقافية والاجتماعية. يعني بدك تكون معلم بذات الوقت، وبدك تكون انت كمان راس حربي معه، مش انه انت قاعد برا وهو عم يتعرض للمخاطر. بدك تكون بالمكان الصحيح لحتى هالعسكري يقدر يحبك ويحترمك وبذات الوقت ينفذ لك المهمة اللي انت بدك اياها. جنرال، شو المراحل الاساسية اللي قطعت فيها بهالمسيرة العسكرية؟ انا قطعت بكل المراحل الميدانية كلها. يعني اول شيء مع التروب، اغلب حياتي كانت مع بالميدان مع التروب، يعني أمر سري، قائد كتيبة، قائد لواء. وبعدين قطعت بمراحل بالمخابرات، وقطعت مراحل علمت بكلية الأركان، كنت أستاذ يعني كل المراحل اللي، وقطعت بقيادة الجيش. بس ما كنت حب العيش بالقيادة لأن بتحسها حبس وهيك، يعني العمل الإداري أنا ما بحبه بالجيش، طبيعتي بحب الحياة الميدانية. وشو تغير فيك لما صرت ضابط؟ لما صرت ضابط، من الحربية للضابط صار في مسؤولية. يعني تعرف واحد جاي هيك طازة بده يتعلم من رؤسائه اللي مرقوا قبله أو اللي بيخدم معهم، طبعا بيعلموه كل شيء. نحن جيشنا ألبير، نحن جيشنا جيش الجمهورية،
مثل كل البلاد الديمقراطية، يعني جيش النظام بيخدم النظام وبيخدم الجمهورية. مؤسف يعني أنه بالوطن العربي أغلبهم، ما بدي أقول الجيش بالأحرى، النظام هو نظام الجيش، يعني الجمهورية بخدمة الجيش. لذلك نحن مربيين أنه العسكري بيترك البيت وبيترك مشاعره وبيترك كل أهوائه إذا بدك، وهو ابن هالبلد، وبيروح بحطهم كلياتهم بهالمؤسسة العسكرية بخدمة الوطن، وما عاد بيتأثر بكل هالأهواء اللي برا. مشان هيك بتلاقي الجيش صامد والجيش ناجح بشغله بلبنان، وكل العالم بده الجيش. ليه؟ لأن هذا العسكري ترك كل شيء بالبيت وإجا على مؤسسة هي حامية لهالوطن. وشو برأيك لكن هي الصعوبات يلي بيلاقيها جندي بحياته اليومية؟ هي صعوبات عائلية، هي صعوبات يعني كيف بيعيش هالحياة، كيف بيندمج مع المجتمع، قديش بيفصل بين حياة شخصية وحياة عسكرية؟ لا، أول شيء بيعيش الحياة مع الرفقات وحياة تقشف. إذا بتشوف اليوم العسكري اليوم منتشرين من الناقورة للنهر الكبير لسلسلة جبال لبنان الشرقية، وعايشين حياة الميدان، يعني بدون إذا بدك مقر وأوضة نوم وتخت وما بعرف شو. هيدي حياة أول شيء صعبة، بس إنما الحلاوة فيها أنه بيشعر أنه هو عم بيدافع عن هالبلد. هالناس كلياتهم بيطلعوا فيه بتطلعة احترام ومحبة بذات الوقت، أنه هذا عم بيدافع عنا. إذا بعدلك شو هذا الجيش، عنا كتاب نحن من لما تأسس الجيش لل 95 عندك أكثر من 2000 شهيد رتيب وفرد، وفي بيناتهم شهداء 150 ضابط، يعني بنسبة مرتفعة جدا. هالنسبة هيدي مش موجودة بأي بلد أو جيش بالعالم. يعني عادة نسبة الشهداء من الضباط بتبقى أقل، بينما بجيشنا بتلاقيها مرتفعة جدا. هذا نسبة. بيعطيك قديش يعني أنه الجيش عنده إذا بدك هالإرادة والإيتالية وهالإرادة للتنفيذ المهمة وسياج كسياج للوطن. يعني مقتنع الجندي أنه هو عم بيدافع عن وطن. وأكبر دليل اليوم لك في كتير مشاركينه المسؤولية بالداخل، وهذا بيكون جرح بقلب العسكري. رغم هذا وكله بتلاقيه هو بعده صامد وبينفذ المهمات كما يجب. كما يجب. جنرال، وقف كتير سريعة ورح كمل الحديث معك. جنرال وهبي قطيشة، قطع الجيش اللبناني بمراحل صعبة كتير، الميليشيات، الحرب الإسرائيلية، الوجود السوري، كيف قدر كل هالفترة أنه يقاوم؟ انتبه، لما بتكون الدولة قوية الجيش بيكون قوي. دولة قوية معنويا يعني بيكون الجيش قوي، بس لما بيكون الجيش الدولة ضعيفة الجيش دغري بيضعف معه من الناحية خاصة المعنوية. عم بحكي ما عم بحكي من ناحية العتاد وتدريب، من الناحية المعنوية. عندما الجيش بيشعر انه في ميليشيات على الارض او في حدا عم بيقاسمه السلطة، سلطة مش سلطة مش لقاله يعني، بس في حدا عم بيقاسمه السلطة بيشعر بضعف. هيدي نحن مرقنا فيها ايام لما بلشت الحرب الأهلية والفلسطينيين ونتج ميليشيات، إيه كنا نشعر بضعف الدولة وكنا نحن نشعر بضعف. لذلك الجيش بس يكون الدولة قوية بيكون هو قوي. هلأ تعرض الجيش لما النظام ما بقى يقدر يكون دولة بال 76، انجبر الجيش يتفكك بعد سنة من محاولة تفكيكه. نعم. ضاين سنة لحتى قدروا يفككوا. ليه؟ لأن كان جيش متماسك والعسكريين والضباط كلهم بيعرفوا بعضهم يعني وعايشين مع بعض. لذلك بيقوى الجيش لما الدولة بتكون قوية، وبيضعف الجيش لما الدولة بتصير ضعيفة. طيب جنرال، شو دور الجيش اليوم يعني الظروف اللي عنيها حاليا؟ هل في خطر يرجع يصير ضغط اللي صار بال 76 ويصير في تفكك من وراء الضغوطات السياسية إلى آخره؟ وشو دور الجيش فعلا بالحالة اللي عم نعيشها هلأ؟ اليوم الدور اليوم الجيش دوره الملاذ الآمن والأخير يمكن لوحدة الدولة، لأنه وقت ما بيكون عندك رئيس جمهورية وحكومة شايف وضعها كيف ومجلس نواب كيف، بتلاقي هذا العمود الفقري بهالدولة اللي هو الجيش هو الأساس بوحدة الدولة. إذا لا سمح الله يعني راحت المؤامرة أكبر من هيك، لأن ما بيقدر كمان هو يواجه كل مؤامرات الدنيا الجيش ويقول لا أنا ما بعرف شو. لذلك إذا راحت المؤامرات لأبعد من هيك أكيد يصعب على الجيش أن يبقى موحدا إذا بدأ الدولة
واللي عم بيصيغوا المؤامرات بدون يفككوها في شكل أو بآخر. لذلك اليوم بتلاقي أغلب اللبنانيين، كل اللبنانيين بالأحرى، الماليز الآمن لقالهم هيدا الجيش لأنه بشكلهم الوحدة، لأن أغلب اللبنانيين وكل اللبنانيين بدهم وطن واحد، بس الخلاف أنه كل واحد بده شوي على ذوقه. بقى لذلك كلياتهم بتلاقيهم متعلقين بالجيش، أنه هيدا الجيش هو حامي الوحدة الوطنية على القليل على الأقل حتى اليوم، وحامي السلم الأهلي إلى حد ما بكتير ما أمكن ومناطق. لذلك أكيد اليوم ما في خطر لأنه الجيش يتفكك أو شيء. هلأ بيصير حالات خاصة، عسكري بيهرب أما لسبب أو لآخر، بيروح بيلتحق ما بعرف وين. هذا الشيء ما بيمثل المؤسسة، لا لا هذا ما بيعمم، هذا كان تصير بأيام السلم، يعني يهرب ويروح ويجي ومدري شو. إيه ما هيدا ما له علاقة بروحية الجيش وبمسار الجيش ككل. جنرال على الصعيد الشخصي، كيف بتميز بين الحياة العسكرية والحياة الشخصية؟ شو بتاخد من هون لهون؟ شو بتوقفوا على الباب؟ وخاصة لما عائلتك بتعرف انك بفترات معينة بتعرف انه حياتك بخطر، انك بمهمة ممكن تكون خطرة، لما بتطلب منك تنتبه على حالك، لما شو بتصير بتفكر؟ يعني كل هالشق الشعور وال يعني كيف تتعاطى معه؟ ايه بتتعاطى معه. اول شيء المخاطر بتخليها برا، ما 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 بترشح فيها لعائلتك، لان عائلتك مش مجبوره تتحمل معك. بس العسكري بحد ذاته، لان انا مرق فيهم كلهم، انا وعزابي، انا وخاطب، انا ومجوز، وانا وعندي اولاد، كل ما اذا بدك صار عنده عائله كل ما خفت الشجاعه عنده. انتبه، نعم. انا مرق فيهم، اللي عم بقول لك اياهم مرق فيهم. لذلك ما بيصير جبان، لا اكيد، بس انه بتخف الشجاعه، بيصير عنده، لانه بتفكر بغيرك كمان، ارتباطه ومسؤوليات، انه نعم. صار له شيء مرته واولاده، نعم، اتعليك يصير له شيء. بس انما المخاطر اللي بتعرض لها هو ومجوز او عنده اولاد، بيخليها قدر الامكان بالحياه الجنديه وبجيبها وما بيرويها، او بيخبي كتير اشياء عن عائلته لحتى لان كمان ما يتأثروا، لان هن مش متطوعين بالجيش، وكمان لازم تحفظ لهم مشاعرهم. ايه هيدي عنده اياها، خاصة تجاه العائلة يلي قاعدة ورا وما عم تعرف شو عم بيصير. جنرال قتيشة، شكرا لزيارتك مرة جديدة، ينعاد عليك وعليك وعلى الجيش وبألف خير، وان شاء الله منعيد العيد الألفين بعد 200 سنة، يعني لهالجيش بيظل وطن وسيد وحر ومستقل. شكرا. بذكركم المشاهدين انه بعد شوي ضيفتي رح تكون الفنانة باسكال صقر، خليكم معنا. نحن البيت الحر يبدي في اللبناني، مش مرة بنعيد عيدك، عيدك عنا يومي، مش مرة بنعيد عيدك، عيدك عنا يومي، مش مرة